لكن كابتن موفق، رأيك بهاي التصرفات يعني حقيقة انت صدمت بمال الجوية العارية؟ اي لا هذه صدمة، انا تفاجأت جدا يعني بالفيديو الخاص بنادي القوى الجوية، والمشكلة يعني عراقة القوى الجوية تقريبا بنفس التاريخ تأسس ناديي القوى الجوية والميناء بال31. عموما هذه التصرفات يعني دخيلة على وسطنا الرياضي وعلى مجتمعنا عموما. شو ما كنتوا تسوون قبل هيك انتوا؟ اي نعم، لانه شوف لغة الخطاب الان تغيرت، تخاطب الناس، تحاور الناس بالتأكيد متأثر بالمحيط. هذه التصرفات الخاسر الأكبر بها هو اللاعب تحديدا، لكنه لا يجب أن يكون يعني هناك عقوبات انضباطية سواء من إدارات الأندية أو الاتحاد العراقي لكرة القدم، لأنه هذه لو تكررت الحقيقة تأثر على كابتن تكررت علي عدنان من قول بالمنتخب أشر بشار يقول يسوي هيج اليوم قوقية اللاعب يأشر، يعني هاي مدى تروح؟ لا لا هاي يجب أن يعني حقيقة يكون العقاب صارم بحيث اللاعب ما يكرر هذا الأمر. أنا أعتقد لن يمر الأمر بسلام، وبالتأكيد يمكن هذه اللقطة اللي تحدثت عنها عن لاعب الميناء أعتقد يعني راح تأثر تأثير كبير على اللاعب نفسه وعلى يعني العلاقة ما بين الناديين، لكنه يجو أنه يعني العقل والحكمة هو اللي يكون الفيصل في حل مثل هذا الأمر وتوجيه عقوبة صارمة للاعب اللي ضروري تتوجه عقوبة. بالتأكيد 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 حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر. زين